خلينا نروح سريعا لمحافظه الشرقيه. محافظه الشرقيه في الحقيقه بدا فيها موسم حصاد وتوريد محصول البنجر، وده مع توافر تسهيلات كتير جدا للمزارعين هناك لتوريد هذا المحصول. الحقيقه الشرقيه بتعتبر من المحافظات الاعلى انتاجيه للبنجر، والسنه دي تم فيها زراعه اكتر من بنتكلم عن 90 الف فدان من محصول البنجر، واللي بيمثل سلعه استراتيجيه للدوله. ومعانا عبر الهاتف دلوقتي المهندس اشرف نصير مدير عام الزراعه بالشرقيه عشان نتعرف منه على كافه التفاصيل. برحب بحضرتك، اهلا بيك وصباح الخير يا مصر. اهلا استاذ بنت، واهلا بالاستاذ. أستاذنا الفضل، يعني في البداية عايزين نتبادر المواطن كده سؤال، لماذا يمثل محصول البنجر سلعة استراتيجية للدولة المصرية؟ محصول البنجر من المحاصيل الاستراتيجية اللي دخلت مصر سنة 1980. الوزارة عاملة خطة إنها توصل للمساحات المزارعة على مستوى جمهورية مصر العربية لحوالي 700 ألف فدان. هننتج إن شاء الله في حوالي 1,600,000 طن سكر في محصول البنجر. الخطة اللي محطوطة من مجلس المحاصيل السكرية بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة الزراعة وشركات السكر والمزارعين بتهدف للنهوض بإنتاج محصول البنجر. محافظة الشرقية بتعتبر من أكبر المحافظات اللي بتنتج محصول البنجر. المستهدف كان فيها حوالي 80,000 فدان. الحمد لله وصلنا إن إحنا نزرع السنة دي في 2023 90,000 فدان 624. في المحصول ذات نفسه استراتيجي هام طبعا. بالنسبه للمحصول البنجر بيتم زراعته في جميع الاراضي الفلويه والاراضي الضعيفه. طبعا بيحتاج كميه ميه قليله، بيحتاج كميه اسمده برضه قليله بالمقارنه بمحصول القصب السكر اللي بيحتاج كميه ميه كبيره عشان الحفاظ على المياه النيليه. عظيم. طيب الموسم ده بالتحديد زرعنا كام فدان يا فندم من بنجر السكر؟ الموسم دوت في محافظة الشرقية زرعنا 90,624 فدان، وكان المستهدف اصلا 80,000، فزودنا حوالي 10,000 فدان. حلو. بالنسبة على مستوى مصر زرعنا حوالي 612,000 فدان. طب وحضرتك ربما قلت لي ان في فرق كبير ما بينه وما بين قصب السكر، ان ده ما بيستخدمش ميه كتير، وده يعني في ترشيد كبير للاستهلاك. هل ليه فوائد تانية بنجر السكر غير قصة السكر المعروفة اللي احنا يعني بنستخرجها منه؟ طبعا البنجر السكر من المحاصيل اللي هي بتبقى زراعته بتعمل استصلاح للأرض. حلو. يعني بتستصلح الأرض الزراعية وبتزرعها، بتدوس الأراضي الرملية والأراضي الملحية والأراضي الجيرية. أما محصول قصب السكر بيكون موجود، محصول دائم موجود في الصعيد، بتبقى في الأراضي الثقيلة بس. لكن البنجر السكر بيتزرع في جميع الاراضي، بيتحمل درجات حراره مختلفه، بيتحمل امراض مختلفه، الكميه بتاعته بتبقى كميه كبيره، نسبه السكر المستخلصه منه بتوصل للطن الواحد بيدي حوالي 150 كيلو سكر، 150 كيلو سكر في المستخلص بتاعه. طب باشمهندس اشرف، احنا حضرتك قلت دلوقتي ان احنا كنا مستهدفين 80,000 فدان، لكن تم زراعه 90,000 فدان. حابين نتكلم عن السنه اللي فاتت احنا زرعنا قد ايه، وهل في تطور للانتاج ما بين المحصول السنه دي والسنه اللي فاتت؟ السنه اللي فاتت حضرتك زرعنا حوالي 82,000 فدان. زدنا على السنه دي حوالي 8,000 فدان بزياده. نسبه الكميه اللي بيجيبها الفدان الواحد في البنجر من 25 ل 30 طن. بيتزرع على ثلاث عروات، بتبدا من شهر اغسطس وشهر سبتمبر وشهر اكتوبر لحد منتصف نوفمبر. فالثلاث عروات دي طبعا العروه الاولانيه بتبقى عروه مبكره، مده المحصول في الارض بتبقى من 180 ل 210 يوم. محصول البنجر من المحاصيل التعاقديه، وفي خمس شركات بتعمل في نطاق محافظه الشرقيه على التعاقد مع الفلاح. محصول البنجر بربحيه، بيعمل ربحيه عاليه جدا للفلاح. تكلفه الفدان حوالي من 12 ل 15,000 جنيه. الربحيه للفدان بتوصل لحوالي من 30 ل 35,000 جنيه. انتوا في الارشاد الزراعي بقى بتعملوا ايه علشان تشجعوا الفلاحين ان هم يعملوا حاجه زي كده؟ هل في توجيهات؟ يعني احنا عارفين دي سياسه عامه للدوله ان احنا نزرع بنجر علشان هو بياخد ميه اقل من القصب. احنا بقى بنقنع الفلاح ازاي؟ بنروح له في الاول طبعاً علشان ياخد هذا القرار عشان يبدا في الزراعه؟ اتفضل. طبعا
طبعا دور الارشاد الزراعي دور مهم جدا. تم عمل اكثر من 8 ندوات موسعه بنطاق محافظه الشرقيه. ركزنا الندوات على المناطق اللي هي المستصلحه الجديده، ركزنا الندوات في المناطق بتاعه صن الحجر والجنوب. الارشاد الزراعي اتفق مع الميكنه الزراعيه على تسويه الارض بالليزر وعمل حرس سطحي وحرس تحت التربه. القسم المكافحه برضه عمل وفر جميع المبيدات اللازمه للمحصول. طبعا الندوات الارشاديه دي بنستعين ببعض الدكاتره من مراكز البحوث، بنستعين عاملين بروتوكول مع مركز البحوث، عاملين بروتوكول مع كليه الزراعه بجامعه الزقازيق، بينزل مندوبين من الوزاره من المحاصيل السكريه اللي هي اداره المحاصيل السكريه، بيتم عمل ندوات ارشاديه للمزارع، وده اللي زود حوالي 10,000 فدان السنه. طيب ايه هي ابرز الاماكن اللي فيها توريد بتستقبل منها المحصول من المزارعين بالمحافظه يا فندم؟ ابرز الاماكن بتبقى المناطق الشماليه اللي هي منطقه صن الحجر، منطقه الحسنيه، في المراكز الداخليه اللي هي مركز الزقازيق، الصلحيه، في مناطق كبيره، في مصنع كبير للسكر اصلا مركز من اكبر المصانع على مستوى الدلتا كلها في منطقه الصلحيه، بينزل المصنع بيوفر التقاوي للمزارع، بينزل يتعاقد معاه، وده من المحاصيل التعاقديه اللي وزاره الزراعه بتشد حيلها فيه. صحيح، مشكورك يا استاذ اشرف. المهندس اشرف نصير مدير عام الزراعه في محافظه الشرقيه وضح لينا اهميه زراعه محصول بنجر السكر والفوائد المترتبه عليه. شكرا جزيلا لحضرتك.